والآن ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء الدكتور طارق خضر أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة. دكتور طارق، كيف تابعت نتيجة الانتخابات الرئاسية ونسبة المشاركة التاريخية في هذه الانتخابات؟ بعد التحية يا فندم، أولا دعيني أوجه خالص التحية لبلدي ووطني مصر أولا، وللشعب المصري الذي أثبت أنه شعب عندما يواجه آلام كثيرة فإنه يواجهها لكي يحقق آمال متعددة ومختلفة. نعم. التحية للشعب المصري. ثانيا، ومن كل قلبي وبكل الحب والتقدير، أبارك لي السيد الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين السيسي على فوزه بانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات. نعم. ومن كل قلبي أقول لسيادته، حقيقة الشعب المصري ظهر معدنه، لأنك وبحق رجل تحب وطنك وتعشق تراب هذا البلد وتقول الكلمة دون عبارات إنشائية، وإنما تقولها وتحققها دون أدنى شك. الشعب المصري التف خلف سيادتكم، والجميع سيكون وراء سيادتكم، وأيدينا ستكون في أيدي سيادتكم. نعم. المشاركة الشعبية زي ما سعادتك بتقولي لي يا أستاذ إيمان، كيف شفت نسبة المشاركة؟ صدقيني أنا كنت عند سيادتكم من قبل في وسط الانتخابات. نعم. وطبعا قبل حتى يعني المصريين اللي في الخارج وبعد وأيام المصريين في الداخل، وقلت في برنامج عند سيادتكم في القناة الأولى. نعم. إن نسبة التصويت ستتخطى 65%، والذي جعلني أقول ذلك إن الشعب المصري وقت الجد ووقت الخطورة تجد الشعب المصري كل جيناته ظهرت. صحيح، وكانت المشاهدات واضحة من خلال جداً. نقل الصورة من كافة اللجان أن المصريين متواجدون بكثافة أمام لجان الاقتراع. صدقيني يا أستاذ أيمان، أنا نزلت الساعة 8 قبل الساعة 9 في أول يوم انتخاب، وجدت طوابير أمام اللجان. نعم. واللي خلاني أقول أن نسبة المشاركة إلى جانب معدن الشعب المصري، أني وجدت بروفة جميلة جدا في إخواتنا المصريين اللي في الخارج. نعم. وجدت كثافة كبيرة، فقلت أكيد في مصر في الداخل في 27 محافظة سيكون هناك تصويت بحجم كبير. وعند حضرتك نخلي الأرقام تتحدث. صحيح، وعن الأرقام أتحدث أيضا حول فكرة الوعي السياسي. يعني كما ذكر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الأصوات الصحيحة بلغت 44,288,361 صوت، يعني 98.9% مقابل 1.1% نسبة أصوات باطلة. هذا الرقم نتوقف عنده أيضا حول الوعي بالزبط. السياسي للمصريين. بالضبط. أنا هقول لسيادتك وأشكرك لأني كنت هتحدث فيه، وأنت أحسنت القول. نعم. عند سيادتك هديك رقم انتخابات 2018 الرئاسية. نعم. تخيلي سيادتك، كانت نسبة الأصوات الباطلة 7.27%، هنا 1.1%، وبالتالي ذلك إن دل على شيء يدل على أن وعي الشعب المصري أصبح ناضجا. نعم. أصبح واعيا، أصبح بحق يفهم يعني إيه وعي سياسي، ويعني إيه مشاركة، ويعني إيه أنزل، ويعني إيه صوتي يبقى صحيح. أنا رغم الحقيقة أن كل القنوات، شركة المتحدة والإعلام الخاص والإعلام الحكومي، كلكم قلتوا الأصوات الباطلة وحالات التصويت الباطل إيه، وأنا كنت من ضمن من شاركوا في هذا المضمار،
إلا أن نسبة 1.1% هي نسبة بسيطة جدا. صحيح. جدا جدا. وبالتالي كل اللي عملوا أصوات باطلة أكيد أكيد وبحسن نية بخطأ يمكن أن يكونوا لم يستطيعوا تداركوه، مثلا بحسن نية يكون كتب اسمه على بطاقة التصويت أو حط علامة مميزة غصب عنه، لكن 1.1% في ظل مشاركة كبيرة زي ديت، لا هذا أمر جلل. هذا طيب أمر الوعي أيضا التقليل. صحيح، والوعي أيضا هو يعني ثمار جذور تم طرحها فيما يتعلق بالوعي السياسي. نعم. رئيس الهيئة نعم. الوطنية للانتخابات أشار إلى نقطة شديدة الأهمية، هو التحضر فيما بين المرشحين، أولا عدم تعدي أي مرشح على الآخر، ثانيا وهو نعم. الأهم أنها كانت أقل نسبة إنفاق دعائي. هذا أمر نعم. يشير إلى الكثير من الوعي أيضا. وأنا أتذكر السيد رئيس الجمهورية الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي كان مرشحا أوضح أن الدعاية الانتخابية تكون في حدودها الدنيا. صحيح. وأن أي دعاية انتخابية لازم إذا كانت حتى بنسبة 2% زي ما بيتم النص عليه إلا أنها توجه لمصر الخير والحياة كريمة ولإخواتنا في غزة اللي مصر لم ولن نعم. تتأخر عليهم في أي وقت من الأوقات. نعم. دعيني أقول لسيادتك يا أستاذة إيمان أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بالدور الموكل إليها نعم. طبقا للدستور وطبقا للقانون الهيئة الوطنية صادر 2017 نعم. قامت بالدور الموكل إليها بأعلى درجات الشفافية والوضوح والحيدة والانضباط. هقول لحضرتك حاجة بسيطة، نقطة أخيرة سيادة اللواء تفضل. حاجة بسيطة، إن مفيش مرشح هيحترض على مرشح، مفيش حتى أي تظلم قدم للجان العامة. نعم. وبالتالي لم يوجد أي طعن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، هنيئا للشعب المصري بالرئيس عبد الفتاح السيسي. أشكرك سيادة اللواء دكتور العفو. طارق خضر أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة.